is WRNO Worldwide, broadcasting on frequency 7505 kilohertz from its transmitter site in New Orleans, Louisiana. WRNO Worldwide on frequency 7505 kilohertz. We would love to hear from you, so please email us at WRNOradio@mailup.net or send us a letter by mailing us at P.O. Box 895, Fort Worth, Texas, 76101. We offer a collection of inspiring messages and song to help you learn about God's grace and His love for you. احنا بنرحب بكم باسم الرب يسوع المسيح وفي هذا الرسالة البسيطة ربنا وضعه بواسطة الروح القدس عشان نحن نكون مع بعض. وبالترنيم ايضا اللغة العربية والرب ان يعمل من اجل محبته. رؤيا يوحنا الاصحاح الاول. هذا ما اعلنه يسوع المسيح بهبة من الله ليكشف لعباده ما لا بد من حدوثه عاجلا، فارسل ملاكه ليخبر به عبده يوحنا، فشهد بكلمة الله وشهادة يسوع المسيح في كل ما رآه. هنيئا للذي يقرأ وللذين يسمعون هذه الأقوال النبوية، وهنيئا للذين يعملون بها، لأن الساعة اقتربت. من يوحنا إلى الكنائس السبع سبعية. عليكم النعمة والسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن الأرواح السبعة التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين وبكر من قام من بين الأموات وملك ملوك الأرض. هو الذي أحبنا وحررنا بدمه من خطايانا وجعل منا ملكوتا وكهنة لله أبيه، فله المجد والعزة إلى أبد الدهور، آمين. ها هو آت مع السحاب، ستراه كل عين حتى عيون الذين طعنوه، وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض، نعم آمين. يقول الرب الإله: أنا هو الألف والياء، هو الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. أنا يوحنا أخاكم وشريككم في المحنة والملكوت والثبات في يسوع. كنت في جزيرة بطمس من أجل كلمة الله وشهادة يسوع، فاختطفني الروح في يوم الرب، فسمعت خلفي صوتا قويا كصوت البوق يقول: اكتب ما تراه في كتاب وأرسله إلى الكنائس السبع